هذه الألواح 96 التي كتبت عليها سلسلة لا متناهية من الحروف الهيروغليفية تؤلف كتاب الموتى عند الفراعنة الذي عثر عليه مستكشف بريطاني قبل قرن في قبر ابنة الكاهن الأكبر في طيبة المعروفة اليوم باسم الأقصر، حيث قبعت طوال 3000 عام. الألواح تعرض اليوم في المتحف البريطاني في لندن. إنه كتاب تعليمات يشرح ما سيجدونه في العالم الآخر وما يجب أن يقولوه للآلهة. إنها مجموعة من التعويذات التي تمنحهم قدرات خاصة كي يحموا أنفسهم من المخاطر، وهي تزودهم بالمعرفة التي يحتاجونها لإقناع الآلهة بالسماح لهم بالانتقال بأمان إلى الحياة الأبدية. وأكثر من أي حضارة أخرى في التاريخ، لم يخلف المصريون فقط آثارا من صنع الإنسان بل ثقافة كاملة محيطة بالموت. النواويس والأهرام كانت تهدف بأكملها للحفاظ على الجسم لمدة طويلة كي تزوره روح الميت كل يوم، وكان أعضاء المجتمع النافذون يدفنون مع أشياء كالتمتم كي تحميهم من مخاطر العالم الخارجي ومخاطر الآلهة. لم يكن المصريون القدامى يعتبرون الموت نهاية بل فترة انتقالية، فهو نهاية مرحلة من الحياة وبداية مرحلة أخرى. كان أشبه بالولادة، ذلك المخاض العسير الذي يجب أن تمر به لتبصر النور. منذ اكتشاف أوراق البرد العملاقة هذه قبل 100 عام لم تعرض بالكامل خوفا من أن يتلفها النور، وفي شهر آذار مارس ستعاد إلى قبو المتحف حرصا على أن تنعم بالحياة الأبدية كما في قبر المومياء.